في تلك اللحظة عرف جوستين أن ليلة بكاملها ستكون قائمة، وتمنت من كل قلبها أن تكون لديها الشجاعة لترفض الخروج مع ميتشيل واريندر بمن تذكره هي تماما. لقد كان سؤالا مؤلما لا ينوي الإجابة عليه بسرعة، وإلى أن يفعل هي كانت تحت رحمته. كان واضحا الآن لماذا عرض عليها هذا العمل، ليس لأنه بحاجة إلى مصممة أخرى، بل بكل بساطة ليضع يديه عليها. الذي لم يكن واضحا هو لماذا يأخذ الأمر عليها. سارت رعشة فوق جسم جوستين، لكنها ابتسمت وهي تحاول بألا تدع رفيقها يرى مدى اضطرابها. إنك تبدو شؤما، مع ذلك لا أستطيع أن أتصور أنك جاد. نظر إليها وكان عليها أن تكون عمياء كي لا ترى الكراهية في عينيه. شعرت بالبرد، برد مميت. لقد أجاب على سؤالها دون أن يتكلم، إنه لم يكن أكثر إخلاصا في حياته. أفضل عدم مناقشة القضية في هذه اللحظة، بلعت جوستين ريقها. أعتقد أنني أفضل الذهاب إلى البيت. هز رأسه. ألست جائعة؟ لم أعد جائعة. اتسعت عيناه الداكنتان. لكنني أنا جائع، وأنا واثق بأن فقدانك لشهيتك هو مؤقت فقط. إنني لم أقصد إزعاجك. نظرت إليه جوستين بحدة. أنت تعلم جيدا ماذا تفعل. هناك مناسبات لا يستطيع فيها الرجل أن يساعد نفسه. أرجوك أن تنسي أنني قلت أي شيء. تنسى؟ كيف يتخيل أنها ستفعل ذلك؟ لقد هددها على الأقل، والمفروض منها أن تنسى. أنا آسفة، قالت بصوت حاد، لكن ذلك مستحيل. مع ذلك سيكون تطفلا مني أن أفسد ليلتك. إنني مسرور لأنك عدت إلى رشدك. وأعطاها ما بدا كابتسامة حقيقية، رغم أن جوستين كانت الآن تشتبه بكل ما يفعل أو يقول. عندما عرض عليها العمل في البداية نظرت إليه كمنقذها، أما الآن فهي غير متأكدة. ظلا صامتين بقية الرحلة القصيرة، وكانت جوستين تتأمل في نتيجة اشتراكها مع ميتشيل واريندر، والتي خافت أن ينتهي بكارثة. أما ميتشيل نفسه بدون أن ينزعج كان يدندن لحنا مفرحا، كأن الشيء كله كان تسلية له. في الوقت الذي وصلا فيه إلى المطعم كانت جوستين تغلي، وعندما حاول أن يأخذ بيدها أبعدتها عنه. كانت ردة فعله رفع حاجبه لا أكثر، مع أنها تستطيع أن تخمن الأفكار التي تدور في عقله. كان المطعم فرنسيا ووديا، وتركته يقوم بالطلب. المارتيني الذي شربته قبل العشاء دخل رأسا إلى رأسها، لأنها لم تأكل شيئا طوال النهار سوى شريحة توست. لكن حالما دخل بعض الطعام إلى داخلها شعرت بالتحسن، وقد كانت بالفعل تستمتع بالوجبة الممتازة وتقارع ميتشيل كأسا بكأس فيما يتعلق بالنبيذ. ناقشا تجارة الأحذية بشكل عام، وقد أطرى ميتشيل على أفكارها المختلفة، مما جعل جوستين تستغرب كثيرا. لقد تعجبت، إذ لربما كان لا يحاول من تخفيف الضربة قبل وقوعها. لم يرد أي ذكر على موضوع طردها من شركة دين أند غرايس، وقد اعتقدت بأن هذا كان آخر شيء في ذهنه الآن. إنه قد استغل بطالتها كحافز لوضعها تحت سيطرته. في تلك اللحظة كان هو الأدب نفسه، لكن إلى متى سيدوم ذلك؟ لقد أنذرها بأنها يوما ما ستتمنى لو أنها لم تقابله. براندي أرجوك. وصل إلى مرحلة القهوة بدون أي كلمة نابية منه. لقد بدأ بأنه يبذل قصارى جهده لتصحيح الانطباع الخاطئ والذي تكون لديها عنه. شعرت جوستين بالاسترخاء. لقد كان ميتشيل رفيقا مثاليا عندما وضع نفسه للترفيه عنها. والتقاء الطعام الممتاز والنبيذ القوي وسحره الخاص قد خدروا أحاسيسها، مما جعلها تعجب إذا كانت شكوكها السابقة هي محض خيالية. أخذها إلى بيتها، وعندما راحت تفتش في الظلام عن مفتاح بابها فتح لها الباب وتبعها إلى الداخل. كانت جوستين ثمينة تماما فلم توقفه. هل تحب القهوة؟ سألته، أو ربما الشوكولا الساخنة؟ ثم ابتسمت. لكن ميتشيل واريندر لم يكن رجل الشوكولا الساخنة، لكنه فاجأها بإحناء رأسه. الشوكولا الساخنة جيدة. وجلس على كرسيها المريح، وفيما كانت جوستين تملأ الغلاية لم تستطع إلا أن تتذكر بأن هذا المساء كان مليئا بالمفاجآت،
والأغرب من ذلك كله كانت طريقتها الخاصة. إنه سيكون من المميت أن تشجع هذا الرجل بعد التهديد الذي أطلقه، ومع ذلك لم يظهر عليها أنها تستطيع أن تساعد نفسها. عندما انضمت إليه كان نائما تقريبا، عيناه كانتا مغفلتان وملامحه الخشنة كانت في استرخاء. لقد ظهر بأنه أصغر، وفجأة سريع العطب فابتسمت. فتح عينيه ونظر إليها، وقفز واقفا ليتناول منها الصينية مع الكوبين الساخنين. وضعها على الطاولة منخفضة أمام الديوان بحيث لا يكون لدى جوستين خيارا إلا الجلوس إلى جانبه. هل يمكنني أن أقول بأن هذه الغرفة جميلة؟ إن ذوقك ممتاز، من الواضح أن والديك قد علماك على تقدير الأشياء الجميلة في الحياة. أعتقد أنهما فعل ذلك، قالت جوستين باختصار، وهي لا تريد أن تناقش موضوع أمها أو جيرالد مع هذا الرجل. هل لاحظت نوعا من الغضب؟ كان سريعا في التقاط التغير في نغمتها. هل الأشياء ليست على ما يرام بينكما؟ هل ذلك هو سبب تركك للبيت؟ رفعت جوستين كوبها. لقد تركت لأن أمي توفيت وأنا أريد الاستقلال. أنا آسف، قال بهدوء، لكن يجب أن يكون ذلك صعبا على والدك بعد فقدك أنت، ألم تفكري بذلك؟ إنه لم يهتم بي، قالت وذقنها ترتعش وعيناها تلمعان. إنه لم يحبني أبدا، لقد فرح عندما غادرت. أخذ ميتشيل جرعة من شرابه أيضا وهو يراقبها عن كثب من فوق حافة كوبه. هل كنت الطفلة الوحيدة؟ عندي أخ. وهل هو لا يزال في البيت؟ أطرقت برأسها. هل تذهبين لرؤيته؟ لا، إننا نلتقي خارج البيت. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟ هل تمانعين؟ لا، وللغرابة لقد كانت تلك هي الحقيقة. هل أنت تشبهين والدتك؟ عبست جوستين، كان صوته مختلفا وليس عاديا. الناس يقولون إنني أشبهها. هل تلك هي صورتها؟ نظرت إلى الصورة ذات الإطار الفضي على التلفزيون. نعم، لقد أخذت لها في عيد ميلادها 40. أحضرت الصورة وناولتها له. أمل أن أبدو جميلة مثلها عندما أبلغ 40. كان الناس يعتقدون بأننا شقيقتين، في الحقيقة إنهما لم تكونا قريبتين كشقيقتين ولا حتى قريبتين كبعض الأمهات، لكن جوستين أحبت والدتها وافتقدتها كثيرا. خيم السكون عليه وهو يدرس الشبه. تعجبت جوستين بماذا يفكر. نعم، قال أخيرا وخشونة جديدة في صوته، هذه الصورة قد تكون أنت فعلا، شيء مدهش. لقد اعتادت جوستين على ملاحظات الناس بالنسبة للشبه، لكن ميتشيل بدأ منجذبا أكثر من العادة. هناك شيء ما لم تستطع أن تصبر غوره، كان غاضبا لسبب ما. فجأة رمى الصورة جانبا. لقد شاهدت ما فيه الكفاية، أطلقت جوستين صرخة احتجاج على إهماله في التعاطي مع هذه الصورة، الصورة الثمينة. لا تفعل ذلك، يمكن أن تكسرها. تقدمت عبره لتستعيد الإطار، وعلى حين غرة وجدته يسحبها بخشونة بين ذراعيه. يا سيد واليندر، ماذا أنت؟ ضاع احتجاجها عندما أطبق بفمه على فمها، وعرفت جوستين أنها ضاعت. من البداية شعرت وقاومت مغناطيسيته القوية، يساعدها في ذلك العداء المتبادل بينهما، لكنها الآن وقد امتلأت بالطعام الجيد والنبيذ، فإن مقاومتها قد انخفضت بحيث لم يعد لها وجود. انفتح فمها تحت ضغط فمه، وتسللت الرعاشات في عروقها، ورغم جهودها فقد عجزت عن السيطرة على نفسها. وفي اللحظة التالية وجدت نفسها راقدة على الديوان. انزلق الثوب الأزرق عن كتفيها. لقد بدا أن كل شيء كان صحيحا وطبيعيا، لقد حدث بدون أن يتوقع أي منهما ذلك. لو أن الحقيقة عرفت فإنه سيكون مستغربا مثلها. ثم بدون سابق إنذار نهض على قدميه. شعرت جوستين بأن جزءا منها قد انتزع، ونظرت إليه بعينين واسعتين. كان التحول فيه مخيفا، عيناه كانتا كالثلج ووجهه قناع بشع، حتى تنفسه كان ممزقا. ماذا فعلت؟ قالت له وهي تحكم من تعبيره بأن هناك شيئا ما، شيء مخيف.
لقد تجاوبت مع ما هو متوقع، قال بوحشية وهو يدور على عقبيه. كان وضعه كمن يقاتل في سبيل الجائزة، وقد تعجبت جوستين إذا كان سيجعل منها كرة للتمرين. تحركت بسرعة وقفزت واقفة على قدميها، وراحت تلملم ثوبها وتواجهه، وعيناها براقتان وشفتاها منفرجتان. هل ذلك غير عادي؟ هل الفتيات عادة يحاربن تقدمك؟ هل كنت سهلة جدا؟ إذا كانت الحال كذلك فإنني أعتذر. إنها ليست ممارستي العادية أن أقع بين ذراعي رجل عند أول إشارة تقدم، لكنك وجدت أنني لا أقاوم، قال والسخرية بادية على وجهه. إنك جسديا جذاب كما تعلم، حتى وهي تتحداه موجهة شهوة عفوية شدت عضلات معدتها ونظرت بعيدا. لقد كان هذا جنونا. وأنت هل تتجاوبين مع أي رجل شكله مقبول؟ ده رأس جوستين. لا، إنني لا أفعل ذلك. ما الذي أنت وراءه؟ توترت شفتاها الآن واحمر وجهها من الغضب، تجعدت شفتاه في استهزاء. أعتقد أن الجواب واضح. أشكرك على تأكيد شكوك، لقد كانت أمسية مربحة. تصبحين على خير. وفي خطوتين وصل إلى الباب. انتظر، لا يمكنك. استدارت جوستين بغضب في الغرفة. لعنة الله على هذا الرجل، ما هي اللعبة التي يلعبها؟ ما الذي أكدته له؟ أخذ رأسها يلف. لقد كان وضعا جنونيا، وكانت مشوشة تماما. مهما كانت النتيجة التي رسمها، فإن كل شيء يبدو بأنه يشير لانزعاجه من فتاة أخرى، فتاة بدا واضحا بأنها آلمته كثيرا، وهو يريدها، أي جوستين، أن تدفع الثمن. لقد فقد عقله، إنه لا يستطيع أن يفعل هذا، إنها لن تسمح له. كيف يمكنها أن تضع حدا لذلك؟ ترك عملها كان أحد الحلول، لكنها كانت مضطرة لقبوله. إنها بكل تأكيد لن تجد عملا آخر. إن السبب الوحيد لهذا كله هو شبهها لفتاة مجهولة لعبت دورا مدمرا في حياة ميتشيل وريندر. لقد كانت حلقة فاسدة وهي في وسطها. إن العمل لدى شركة وريندر يعني الفرق بين عيشها حياتها الخاصة المستقلة أو الرجوع إلى جيرالد جاميسون البغيض، الرجل الذي دعته مرة والدها، هو بكل تأكيد سيجعل حياتها بائسة. إن العيش في هذا البيت سيكون أسوأ من التعامل مع هذا التعسف. غسلت جوستين الكوبين وأخذت دوشا وذهبت إلى الفراش، لكن النوم هرب منها. تسارعت أحداث المساء في ذهنها وأصبحت مشوشة ومعكوسة إلى أن نهضت أخيرا. كوبين من الشاي وأخيرا بعد نصف ساعة غرقت في النوم، لكنها استيقظت باكرا على صوت طرق على الباب. كان تفكيرها الأول هو أن ميتشيل واريندر قد عاد ليلقي عليها ببعض الاتهامات الأخرى الغير عادلة، ثم أدركت بأن هذا هراء كان رئيسها في ذهنها. إذا أراد أن يقول لها أي شيء فإن عليه أن ينتظر حتى تذهب إلى العمل. لبست روبها وأدارت جوستين المفتاح ونظرت إلى الخارج. كانت لا تزال تشعر بالنعاس. دفع إليها مالك البيت بمظروف في يدها وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة وذهب. لا حاجة بها لكي تنزعج من محتوياته. مزقت جوستين المظروف وفتحته وسحبت الورقة الوحيدة التي كانت فيه. إنه يعطيها إنذارا رسميا بإخلاء الشقة خلال 7 أيام. هبط قلب جوستين. لقد كان مالك البيت قد أنذرها عدة مرات، لكنها لم تفكر بأنه سيفعل ذلك. لقد كانت تدفع له الإيجار بدون المتأخرات، فأي وغد كان هو؟ لكن لا فائدة من البكاء. إنها بكل تأكيد لن تعود إلى جيرالد جاميسون. خلال الليل اتخذت قرارها حول هذا الموضوع. إنها ستجد شقة أصغر، أي شيء يكون خاصا بها. حالما تثبت جدارتها في شركة واريندر فإنها ستطالب بزيادة. إن السيد هانت مسرور منها وهي متأكدة بأنه سيقدم كلمة طيبة بحقها. في الواقع لقد امتنعت عن التفكير بميتشيل واريندر. لقد سبب لها ليلة مليئة بالأرق وجعلها تفتش عن روحها. إنها لم تستطع فهمه ولا فهم نفسها في التجاوب معه عندما كانت هناك عداوة مكشوفة بينهما. إن خير ما يمكن أن تفعله هو الابتعاد عن طريقه إذا كان ذلك ممكنا، لكنها لم تستطع أن تخفي قلقها في العمل.
تبدين كأنك فقدت جنيها ووجدت بنسا، قال لها فران أحد المصممين الآخرين الذين أصبحت متآلفة معه. لقد تلقيت إنذارا بإخلاء شقتي في نهاية هذا الأسبوع، إنني قلقة، هل تعرف مكانا معقولا؟ إنني لا أستطيع أن أدفع الكثير بالراتب الزهيد الذي يدفعونه لي. راتب زهيد؟ اكفهر وجه فران، لقد كنت دائما أعتقد بأنهم كرماء، ماذا اعتدت أن تقبضي؟ ثروة صغيرة؟ في الدقائق التالية اكتشفت أن راتبها كان نصف راتب الفتاة الأخرى التي إلى جانبها والتي كانت بنفس السن والخبرة، إذا لماذا الفرق؟ ربما وضعوك قيد التجربة، اقترحت الفتاة، إنني أعرف بأنه سيتخلص من واحدة أو اثنتين لأنهما لم يثبتا جدارتهما، لكنك أنت جيدة والسيد واريندر يعلم ذلك، لقد سمعت السيد هانت يخبره بذلك ذات يوم. هزت جوستين كتفيها، لا فرق، وبكل تأكيد هذا لن يساعد الآن. سأسأل الآن، قالت الفتاة، إن شخصا ما يجب أن يعرف عن غرفة، إذا الأسوأ جاء إلى الأسوأ فأنا واثقة أن والدتي سترحب بك حتى تجدي مكانا ما. أنت لطيفة، لم تشعر جوستين بلطف من أحد منذ وفاة والدتها، ولا تستطيع أن تشكر صديقتها الجديدة بما فيه الكفاية. عاشت بقية اليوم في خوف مستمر كي لا يرسل ميتشيل واريندر في طلبها، لماذا؟ ليست لديها أي فكرة، لكن ما فعله بها الليلة الماضية راح يفترس عقلها، وكانت واثقة بأنها لن تكون النهاية. أمضت المساء وهي تصنف أشياءها لأنه لم يكن لديها شيء لتقوم به، لكن في صباح اليوم التالي أخبرتها صديقتها بأنها وجدت لها شقة، إنها مناسبة من حيث المال وهناك غرفتي نوم، فإذا كنت تريدين أن تطلبي من صديقة ما أن تشاركك فيها فإن ذلك سيخفض من التكاليف. أنت ملاك، قالت جوستين، كيف وجدتها؟ إنني لم أفعل شيئا، ابتسمت صديقتها فرانسيس، لقد أشعت بأنك تبحثين عن شقة وإحدى سكرتيرات المدراء أخبرتني بذلك. لقد فهمت أن إحدى صديقاتها انتقلت الآن، سنذهب ونلقي نظرة عليها عند الغداء إذا رغبت طبعا. لقد كانت على ما يرام واحدة من أربع شقق في بيت كبير، ليست راقية كشقتها لكنها جيدة، كانت هناك غرفة نوم صغيرتان ومطبخ صغير وغرفة جلوس، وباستطاعة جوستين تأمين الإيجار بسهولة. انتقلت في نهاية الأسبوع وليلة الأحد كان لديها زائر قال لها بأنه المالك الجديد، لقد كان ميتشيل واريندر. وقفت جوستين مذهولة، أنت؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ هو لما لا؟ كانت ابتسامته مليئة بالخطيئة، كان يرتدي طقما داخنا وقد بدا متواعدا، لكن لماذا لم أعلم؟ بدا قلبها يرفرف كطائر وقع في الشرك، هل سألت من المالك؟ اعتقدت بأن ذلك ليس ضروريا، لكنني لو علمت لما كنت استأجرت الشقة، هذا ما اعتقدته، هل يمكنني الدخول؟ بدت بأنه لا خيار أمامها تماما عندما لم يكن لديها الخيار في ذلك المساء عندما دعاها إلى وجبة، لقد دهشت، فما الذي يدور في ذهنه في هذه المناسبة؟ ودخل الغرفة وسارت جوستين إلى الجانب الآخر منها وقد شعرت بأنه يضيق عليها الخناق عندما أغلق الباب، لم يكن هناك شيء سوى غريزة الأنثى التي جعلتها تشعر بالقلق وقد كانت كذلك. نظرت إليه بشجاعة وقالت، هل هو الإيجار الذي أنت بصدده؟ كانت تأمل ألا يكون الأمر كذلك، ليس لديها دراهم حتى يوم القبض القادم، أريد الحديث لا أكثر، هلا جلسنا؟ لم يكن في الغرفة سوى كرسيين موضوعين مباشرة قبالة بعضهما وليس أمامها بديل سوى الجلوس في الكرسي الآخر، شعرت بالدفء لقربه وتحولت دقات قلبها إلى طرقات تردد صداها في أذنيها وكل جسمها يرتعش لذكورته التي لا تقاوم، لقد كان من الجنون أن تعتقد بأنه يكرهها ويبذل جهده لكي تكرهه. يبدو أنك تسيطر على حياتي، قالت جوستين، في البداية عملي والآن بيتي، لماذا؟ وهل يزعجك ذلك؟ لم تخدعها نظرته، إنه يتوقف على دوافعك للقيام بذلك، وهل يجب أن يكون هناك من سبب؟ لقد جئت إلي طلبا للعمل لا تنسي،
صديقتك سألت سكرتيرتي إذا كانت تعرف أين يمكنها أن تجد شقة للإيجار. إن دوري في هذا كان عرضيا. لم تصدقه جوستين لحظة، لقد كان هناك بريق حاسم في عينيه، كان يبذل جهده لإخفائه، لكنها كانت واعية تماما بمشاعره نحوها ولا يمكنه أن يخدعها. إذن لماذا تنغص علي حياتي؟ لقد ظهر لي بأنك لا تمانعين ذلك المساء. لن يحدث ذلك ثانية. لقد أوضحت لي تماما لماذا تريد العبور. لقد وجدت بأنني متجاوبة كأية فتاة أخرى، أليس ذلك كافيا؟ لم تجرؤ على النظر إليه. نظرته المباشرة جعلت معدتها تتقلص. إنه وضع جنوني، تريده أن يبتعد عنها، فيما جسمها قد استجاب. تأملت بأن لا يحاول لمسها. أنت جذابة جدا وجميلة جدا، وأستطيع أن أرى لماذا لا يستطيع الرجال مقاومتك. هيا رجال، قالت جوستين معترضة. أي رجل، لقد أحدثت ثورة منذ دخولك للعمل عندي. لا تقولي لي بأنك لا تدركين ذلك. لا، أنا لم أدرك ذلك، قالت وقد لمعت عيناها. إن المثل الذي يقول بأن الرجال يفضلون الشقراوات ليس صحيحا. شعرك الأسود وتلك العينين الزرقاوين هم مجموعة فتاكة. أنت تبدين نحيلة، لكنك تسيرين بقامة طويلة، وليس هناك من رجل واحد في الشركة يمكنه أن يرفض قضاء ليلة معك. أنت تقول ذلك؟ أمالت جوستين ذقنها بتحدي ونظرت إليه. كنت سأعلم لو كان الأمر كذلك. تعلمين، إنك تسيرين ضائعة معظم الوقت، كأن لديك كل هموم الدنيا على كتفيك. مال ولمس يديها على ذراع الكرسي. انتزعت جوستين يدها وشعرت بأنه كواها. هل لديك أي شكاوي حول عملي؟ هز رأسه نافيا. إذن فالأمر لا يعنيك أعتقد، قال ببطء. إن همومك قد انتهت الآن، إن لديك عملا وشقة. ليس أي منهما من اختياري، قالت بسرعة. لقد كنت سعيدة تماما حيث كنت، وأفضل من الناحية المالية. إن حياتي قد انقلبت في الأسابيع الأخيرة، ويبدو أنها ستظل كحياتي كفاح. ربما تساهلت كثيرا في الأمور. عيناه لم تبرحا وجهها، تقدراني وتنتظراني ردة فعلها. عبست جوستين وهي تعجب مما يعنيه. لا أعتقد ذلك، إن تعليمي جيد، لكنني لم أكن مبتذلة لأن والدي لن يسمح بذلك. آه، والدك، ألا تجدين أن طريقته نحوك كانت غريبة؟ نظرت جوستين إليه بحذر. ليس إلا بعد أن اكتشفت السبب. وما هو؟ لم تجد مانعا لرفض إخباره، رغم أنه كان يتحدث باهتمام أكثر من عادي. إنه لم يكن والدي الطبيعي. الاعتراف لم يفاجئه قدر ما توقعت، فقط عيناه اتسعتا وقال: إذن من هو؟ هزت كتفيها. هذا ما أريد أن أعرفه. ألم تخبرك والدتك؟ لا، تبدو أنها ليست سيدة، اسم من على شهادة الولادة. سالت رعشة من الغضب في كيان جوستين. إنه اسم جيرالد، ولن أشكرك لو تحدثت عن والدتي هكذا. إنها لم تكن عاهرة، لقد ظلت مخلصة لزوجها. مدهش. ثم لوى شفتيه، لكن نظرا لأنه تزوجها ليعطي الطفلة اسما، أعتقد بأنه لم يكن لديها خيارا. إنها مدينة له بالشيء الكثير. أخذت جوستين تنفسا عميقا غاضبا ووقفت مستقيمة. كيف عرفت؟ لقد كنت مهينا تماما بعد الأخذ بعين الاعتبار بأنك لم تعرف والدتي. كان هادئا للحظة ثم وقف هو. لقد قابلت والدتك، قال بنعومة على شكل تهديد تقريبا، قبل أن تولدي أنت أيتها الطفلة الصغيرة. تراجعت جوستين خطوة إلى الوراء. ماذا يقول؟ كيف استطاع أن يتعرف على دولفين؟ تبدين مندهشة. إن دولفين لم تكن واحدة من فتياتي المفضلات. لو أنني كنت رجلا حين ذاك لكنت قتلتها. لقد كان عمري فقط 12 سنة في ذلك الوقت. كان علي أن أقتنع بوعد نفسي بالانتقام منها عندما أكبر. الانتقام؟ لماذا؟ كانت عينا جوستين عبارة عن بركتين زرقاوين عميقتين من الدهشة. إنه يتحدث بالألغاز. اتسع خيشوماه وهو يحدق بها، ووجهه يعبر عن الشدة والمرارة.
لقد حاولت أن تخدع والدي بأن طفلتها أنت كانت منه. لقد عرف بأنها لم تكن ابنته، وقد دمره خداعها، وكانت النتيجة ضربة تركته مشلولا بصورة جزئية. توقف لكي تفرق كلماته، ونظرا لأن والدتك لم تعد موجودة، فإنني أنوي الأخذ بثأري منك أنت.